لابد أن نتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. جمبان ألوجين تغاخني ترو تتام ميكي ربه نبي صلى الله عليه وسلم نخنم كدعوة. لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة أيام معينة للدعوة 40 يوم أو 3 أيام. نبي صلى الله عليه وسلم من بان تاكم نط لأكان تا كدعوة من بيتنا يريكو سايسة تنعي لاي. نعم، وأول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة إلى الله أن يدعو إلى التوحيد. هاي أبي دادم بون النبي صلى الله عليه وسلم براجن دعوة تراب الله، لأن الأيام هذه المخصصة ممكن الناس تحتاج أكثر من هذه الأيام. ببرو منو فيشران نخنوم زماي كاني فيشال قط عد دمروك كاتشان تني تطير أو أحيانا يحتاج أقل من هذه الأيام فأنت تنتقل إلى منطقة أخرى. أريكا عد دمروك كات الإمام المعصوم المتبع هو نبي الأمة عليه الصلاة والسلام. نبي صلى الله عليه وسلم لا نتبع أي أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. جئ من أتى من أمولاي لقلت النبي محمد صلى الله عليه وسلم.